Barakallahu feekum. Now, we start the adhkar, inshallah ta'ala, okay? I want you to repeat. Just to repeat. Just, it's easy, just to repeat. Okay? We're gonna say it. You guys are gonna repeat it. Till you memorize it, inshallah. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته لسيد آية الكرسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم How many times say it? Two or three times? Huh? Two times? قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس, everybody, إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد. I cannot hear. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. As a reminder, these adhkar are the adhkar of the morning. Some of the adhkar of the morning. We said that Rasulullah ﷺ used to say this adhkar one anwar. I said it last time, I remember? Yes, Ahmar. After Fajr, after we pray Salat al-Fajr, he said this adhkar. And then we said, we're saying it here now for you to learn. And there is a lot of benefit when you say those adhkar. Allah will protect you. Allah will take away from you the harm that could happen to you. Allah will cure you. Because all those things, when you're asking Allah in this dua, of course it's in Arabic, but all this you're asking Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? What is the best way to ask? It's the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That's why we say this adhkar the same way that Rasul used to say it. Clear? Let's read or review the last two ayah of Surah Al-Baqarah. Okay? The last two ayah. The one who is able to read. The one who is able to read. And he didn't memorize it yet, so he can bring a mushaf now, page 49, and follow with us. And the one who doesn't know how to read, he just try to repeat with us. Okay? Of course we are going fast, yes? But try your best, inshallah. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون